فشل مجلس الأمن الدولي النهاردة في إقرار بيان بيحمل إسرائيل مسؤولية المجزرة اللي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في شارع الرشيد بمدينة غزة، مجزرة المساعدات. يعني كان في مجازر المستشفيات ومجازر عدة، امبارح كان في مجزرة جديدة اسمها مجزرة المساعدات، وكأن الولايات المتحدة حتى مسألة القلق، يعني حتى القلق بتقف قصاده. المجزرة اللي تمت بحق الفلسطينيين اللي كانوا بينتظروا وصول شاحنات المساعدات، مجزرة شهدها العالم كله والكل أعرب عن إدانته. كل الدول الرئيسية والرئاسية في مجلس الأمن أعربت عن تبنيها لقرار مجلس الأمن بالقلق من مثل هذه المجازر ومن هذه المجزرة تحديدا، إلا أنه الولايات المتحدة وقفت أمامه زي ما وقفت قدام المشروع اللي فات اللي تقدمت به الجزائر في إدانة إسرائيل. المجلس كان عقد جلسة مغلقة بناء على طلب الجزائر بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة عقب مجزرة شارع الرشيد، وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيان رئاسي بيعبر فيه أعضاء المجلس، مجلس الأمن الـ15، عن قلقهم العميق إزاء المجزرة، ويحمل المسؤولية للقوات، قوات الاحتلال اللي أطلقت النار باتجاه الآلاف من المدنيين اللي كانوا بينتظروا وصول شاحنات المساعدات. لكن النص ممرش، لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع. أيد النص 14 عضو، وعرضته كالعادة الولايات المتحدة الأمريكية. طب إيه القصة وإيه اللي حصل؟ هنعرف من خلال مدخلتنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي قمحة. أستاذ أحمد أهلا بك معنا في التاسعة. والولايات المتحدة ما زالت تصر على استخدام حقها في النقد والفيتو في الوقوف أمام أي قرار أو بيان يعبر عن قلق أو إدانة حتى لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة. مساء الخير دكتور يوسف، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. وبالطبع كما حضرتك تفضلت وأشرت، البيان كان سيصدر تعبيرا عن القلق. يعني خلينا نقف هنا ونقول ان زي ما انت اشرت بالظبط، انه حتى هذا القلق بات امرا غير مشروعا، ويمثل قلق للولايات المتحده الامريكيه ان تتم ادانه دوله الكيان او الكيان المحتل. الحقيقه ان كما اشرت انه لابد في حاله صدور بيان رئاسي ان يصدر عن الـ15 عضوا، الخمسه اعضاء الدائمين والعشره غير دائمي العضويه. هنا يعني خلاص، يعني احنا تحدثنا كثيرا وافضنا في الشرح واشرنا كثيرا الى هذا التلاحم والترابط الاستراتيجي في التوجهات بين الولايات المتحده الامريكيه والكيان المحتل، واوضحنا هذا الترابط واسبابه في اكثر من مره، على راسها الدور الذي تقوم او يقوم الكيان المحتل بتنفيذه نيابه عن الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه. رغبة الولايات المتحدة الأمريكية دائما في استمرار توتر يعني الأجواء في منطقة الوطن العربي وفي الشرق الأوسط بالكامل، تأكيدا على الرغبة في عدم الوصول في هذه المنطقة إلى حالة من الاستقرار. الأمر الآخر، كنا بنتكلم زمان دائما على هذا الرباط والاهتمام الولايات المتحده الامريكيه بالمنطقه من اجل الحفاظ على مصالحها الاستراتيجيه، خاصه فيما يتعلق بالنفط. النهارده بقينا بنتكلم كمان عن الغاز. بس لو تركنا كل هذه الامور جانبا، لازم نتحدث عن هذا الفشل الاممي. يعني هذا الامر بات يحتاج الى مراجعه، ويمكن الدوله المصريه تحدثت في هذا الامر اكثر من مره. هيكل منظمه الامم المتحده بات يعاني من نفس الاشكاليات التي كان يعاني منها او تعاني منها عصبه الامم في الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. الهيكل الذي استقر به العمل داخل منظمة الأمم المتحدة بات من الواضح أنه يسمح باتباع سياسات واضحة في التمييز، سياسات واضحة في الكيل بمكيالين من الأزمات العالمية والأزمات الدولية، في نوع من عدم الديمقراطية حتى وقدرة على الالتفاف على الديمقراطية. يعني عندما نتحدث عن 14 عضوا لديهم الرغبة في إصدار بيان يعبر عن القلق، وتتمكن دولة واحدة بالزبط من التصدي لذلك، أنت هنا بتتكلم عن ديكتاتورية اتخاذ القرار في قلب منظمة من أهم ما نادت به منذ تأسيسها أن تعمل على نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. أنك تقف عاجزا
عن إصدار بيان يتعلق بالتعبير عن القلق إذا ما يتم ممارسته على الأرض من سياسات عنصرية وتمييزية وحرمان من الحقوق الأساسية في الجزاء والمساعدات الطبية. ده أمر يتنافى وقيم حقوق الإنسان اللي برضو هذه المنظمة الأم ضليعة بها. كل هذه الأمور بتؤكد أن احنا في مرحلة تتطلب مش الوقوف بس في وجه الولايات المتحدة الأمريكية أو استمرار الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير سياساتها، اللي دايما بيسألوا هو احنا لماذا يكرهنا العرب إلى هذا الحد، أو لماذا نحن مكروهون في هذه المنطقة إلى هذا الحد. الإجابة بتأتي من مثل هذه التصرفات الغريبة. يعني أنت لما تكون بصدد يعني هو المفروض نعمل إيه؟ يعني المفروض نعمل إيه؟ يعني هو يعني مش مطلوب يعني إنك أنت مش رايح تطلع قرار مثلا إنك أنت بتجرم. ما هو ده بداية. إذا كنت أنت بتمنعني من حتى التعبير عن القلق فبالطبيعي إن أنا مش هقدر أقدم أكتر من كده كمان بعد كده. فالأمر يدعو إلى استمرار الجهود المصرية اللي الدولة المصرية ابتدتها ونادت بها طول الفترة من 2014 حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، من معالجة هذا الخلل الكبير في هيكل منظمة الأمم المتحدة بغية تحقيق إصلاح حقيقي لها قبل أن يتسبب هذا الأمر في دمار العالم. استمرار الأمر على نحو هذا التصويت وعلى نحو هذه الطريقة في إدارة الأمور في قلب مجلس الأمن البعيدة تماما عن كل ديمقراطية يمكن أن يتحدث عنها أي أحد، هو استمرار وتكريس لفرض هيمنة قطب واحد على كل العالم، فرض توجهاته على كافة دول العالم، تمكينه من فرض سياساته ومصالحه حتى لو تعارضت مع مصالح وحقوق أصيلة لشعوب في كثير من بقاع العالم. طب سؤال أخير أستاذ أحمد، الولايات المتحدة إيه اللي ممكن يحصل أكتر من اللي بيحصل إن عدوان بيقذف الناس اللي واقفة تستلم مساعدات؟ إيه اللي ممكن يحصل أكتر من كده عشان الولايات المتحدة تبدي يعني توافقها مع كل الدول العضو في مجلس الأمن؟ في سياسة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ملف هذه الأزمة وباتت سياسة مفضوحة. الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الدبلوماسية الكبيرة في الأحاديث التي تجمع رأس النظام في الولايات المتحدة الأمريكية مع رؤوس الدول المعنية بهذه القضية، لكن على أرض الواقع الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسات داعمة. خلينا نتوقف عند حادثة إشعال أحد الطيارين الأمريكيين النار في نفسه احتجاجا على هذه الأوضاع بعد تكشفه لسياسات أمريكية تدعم الكيان المحتل بصورة مباشرة في عمليات عسكرية وغير ذلك. لما نتكلم على ده لازم نتكلم على انفضاح هذا الدور الأمريكي، لازم نزيد من كده الضغوط على الدولة الأمريكية، لازم نوضح الخسائر الحقيقية. الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تعلم أن كم خسائرها من هذه السياسات التمييزية على مستوى العالم بات محل مراجعة من عديد من الدول الكبرى في العالم القادم. خلي بال حضرتك احنا بنتكلم على العالم القادم. دائما الامبراطوريات الكبيرة في لحظات التحولات الكبرى ما تنتهك مثل هذه السياسات التي تقود إلى النهاية، نهاية امبراطوريات كبيرة. احنا شاهدنا في التاريخ امبراطوريات كبرى بتبلغ أوج مجدها الكبير ثم تبدأ في الانهيار مع أزمات من مثل هذا النوع، لأنها تشتبك معها بكل غطرسة القوة وبكل غطرسة الرغبة في إقرار مصالحها دون مراعاة أي اعتبار آخر. ومن ثم إحنا في لحظة حرجة بتمر على العالم، تصوري الشخصي إن إحنا في لحظة حرجة بتمر على العالم، انتشار أكثر من بقعة ملتهبة في أكثر من مكان في العالم تتشابك فيه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وليست هذه القضية بالتحديد. ويمكن أن نلاحظ كيف تميز الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع القضية أو الأزمة الروسية الأوكرانية وتعاملها مع أزمة الشعب الفلسطيني لكي يتيقن لنا أن المصالح هي التي تحرك الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق أهدافها هي التي تصر أو تدفعها إلى المضي قدما في ممارسة مثل هذا النوع من السياسات. الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تدرك أن شعوب العالم وشعوب المنطقة العربية باتت ترفض هذه التوجهات وبقوة. نتمنى. الأستاذ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، أنا بشكرك جدا لوجودك معنا. ومصر ما زالت مستمرة في دورها ولن تتخلى عن دورها في دعم القضية الفلسطينية من أول الأحداث، ومصر فتح معبر رفح لم تغلقه يوما ما
بتستلم المساعدات من كل الدول وتوصلها، بتحاول توصلها للجانب الفلسطيني في قطاع غزة، بتواجه بعراقيل من قبل قوات الاحتلال. أخيرا مصر لجأت لإسقاط المساعدات على أهالينا في غزة جوا بالتعاون مع بعض الدول العربية، الأردن وقطر والإمارات. يعني مصر لم تدخر جهدا أبدا. الدعم المصري للقضية الفلسطينية مازال مستمر على جميع الأصعدة حتى يسترد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة. ومع بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع لم تدخر مصر أي جهد لدخول المساعدات لشقانا الفلسطينيين سواء بري أو جوي.